السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وصفات الجمال، ومرحبا بكم في وصفه جديده. الا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي وتشوفوا محتوى الوصفات اللي كنقدم، ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم سكراب او غوماج او مقشل لتقشير الشفايف، وصفة أكثر من رائعة، كتردهم رطبين وكتجدد الخلايا وكتعطيهم الإشراقة والنعومة. هنخليكم تعرفوا معي على المكونات وطريقة تحضير القماش أو السكراب أو المقشر، وصفة رائعة جربوها البنات وأنا متأكدة غتعجبكم النتيجة. مع دابا البنات دخلت فصل الخريف، الشفايف ديالنا كينشفوا بزاف، ضروري من العناية بالوصفات الطبيعية. وقريب ان شاء الله غنشارك معكم روتين خاص بفصل الخريف، غير خليكم معايا واكتيفيو الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو في هذه الوصفه البنات، كما كتشوفوا معايا غنحتاجو العسل الحر، غنحتاجو السكر البني، ممكن تعوضوها البنات بسنيده، غنحتاجو ملح الهيمالايا، ممكن تعوضوه بالملح الحيه او بيان بالملح العاديه، وغنحتاجو فازلين. خليكم على الوصفه. بركة الله نبداو في تحضير المقشر. في واحد الاناء كندير ملعقه ديال الملح ديال الهيمالايا، كنضيف ليها ملعقه ونص ديال السكر البني، هاد جوج ديال المكونات غيساعدونا على عمليه التقشير وازاله الخلايا الميته. كنضيف شويه ديال العسل، فوالا البنات. من بعد ما مزجت مزيان المكونات كنضيف، وغنحتاجو كذلك البنات الفازلين، ضروري البنات فازلين خاص يكون من النوع الجيد، كناخدو من بيب. كنضيف ما يعادل ملعقة، هو القوام ديالو البنات كما كتشوفوا معايا رطيطب. كنديرو مع المكونات وكنستمر بالمج جيدا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي. كنمسج مزيان مزيان البنات حتى نحصل على هذا المزيج. كما كتشوفوا معايا كنستعمل هذه الوصفه وما كتخطانيش، الملبس ديالها لين، وغندوز نوريكم طريقه الاستعمال، غنخليكم معايا. فوالا البنات المقشر ديالي واجد، كما كتشوفوا كيجي على هذا القوام، كنديروه على الشفايف ديالنا غير بشويه البنات كما كتشوفوا معايا، كنحطوه على الشفايف ديالنا وكنخليه واحد المده ديال 10 دقائق. فاش كتفوت ديك 10 دقائق كنقومو بعمليه الفرك جيدا باش نحيدو كاع الخلايا الميته والشوائب اللي كتكون عندنا. وكنداومو على هاد الوصفه، كل ما كتلاحظوا البنات الفم ديالكم ناشف حضروا هاد الوصفه، خطيره خطيره البنات، خصوصا مع دابا الخريف الفم ديالنا كينشف بزاف. وميعادنا ان شاء الله في الوصفات الجايين باذن الله. نتمنى ان شاء الله تجربوا مقشر اليوم البنات، وصفه اكثر من رائعه، والنتيجه غتبان لكم الاستعمال الاول، كتورد حتى الشفايف وكتحيد حتى الكحوليه اللي كتكون عندنا حول الفم. وميعادنا ان شاء الله في الوصفات الجايين باذن الله. اللي عجبتها الوصفه ما تنسانيش من اللايكات ديالها وتدعمني بالبارطاج باش تزيد تكبر عائلتنا ان شاء الله. السلام عليكم البنات، في امان الله. ديجا شاركت معكم واحد الفيديو فيه روتين خاص للعنايه بالشفاه
فيه وصفات غزالين نخليها لكم في الاي او بيان في صندوق الوصف. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change.